ربيع مر الزاهي، إلى إن شاء موضوع الله. آخر الآن، حيث عقد مدير المؤسسة الوطنية لناشرية الكتب ومحافظ الصالون الدولي لصناعة الكتاب في طبعته الأولى ندوة تقييمية، أكد من خلالها نجاح الطبعة الأولى باعتباره أول صالون عربي ينظم لصناعة الكتاب. وعلى هامش هذه الندوة كرمت إدارة الصالون وسائل الإعلام التي قامت بتغطية الطبعة، من بينها قناة النهار التي تميزت بتغطيتها للحدث. المزيد في ميكروفون توفيق ضيف الله وسارة بالحور. يعتبر تنظيم هذا الصالون ناجح بكل المقاييس، وهذا راجع إلى توافد المهنيين، حيث وصل عدد الزائرين لهذا الصالون المهني 1512. الشكر موصول إلى كل الصحفيين بدون استثناء، إلى قناتكم الرائدة، قناتكم التي توصل المعلومة أينما كانت، فأنتم مشكورون جزيل الشكر. وهذا قد ما نقول عليكم ولا قد ما نشكركم يعتبر بالنسبة إلينا قليل وقليل جدا. فمرة ثانية نشكركم ونشكركم ونشكركم جزيل الشكر على ما قمتم به من مجهود.